الله الرحمن الرحيم هذه الحلقة بالنسبة لي حلقة طارئة غريبة لم يسبق أنني لم يسبق أنني قدمت مثلها وأعتقد لن أقدم بعد هذه الحلقة مثلها لأنها حالة فريدة غريبة حالة لذكر تصر مؤسسات المجتمع المدني أن تتعامل معه والدولة على أنه أنثى مؤسسات الدوله الرسميه ومؤسسات المجتمع المدني تصر ان تتعامل معه على انه انثى هو ليس جنس هو ليس شاذ هو ليس ناعم هو ليس منحرف انما عنده تشوه خلقي عادي لاجراءات صارت خطا طبي قديم 26 سنه تطور قصه غريبه عجيبه نادره احنا نعرف ان في انسان يتشبه من هذيل اللي, اللي الله يهدينا وياهم ونعرف ان في ناس تولد باكثر من جهاز تناسلي، لكن هذه حالة فريدة فعلاً، حالة فريدة، عاشت عذابات، عذابات لدرجة أنه فكر في الانتحار، ويعرفه بعض الواجهات الكثيرة الدينية والطبية والقانونية والشرعية في الكويت. ما أقدر أطول معاه، لذلك من غرابة الحلقة أن سميناها من ينقذ هذه الشاب. صدقوني أنا ما كنت راضي أنه يطلع. ومن زمان، لكن ليش طلع؟ خلونا ناخذ التفاصيل منه مو مني، ولكن بعد ان نرى هذا التقرير. من هنا ومن غرفة العمليات في هذا المستشفى قبل 26 سنة بدأت الحكاية الغريبة. حكاية هذا الشاب الذي ولد بتشوه خلقي خارجي في المنطقة التناسلية. اعتقد معه الاهل والاطباء ان المولود انثى وعليه دون جنسه واسمه في السجل المدني. لم يكد يمضي صاحبنا عامه الاول حتى لوحظ وجود ما يشبه الورم في قاع البطن. اجريت الفحوصات اللازمة فكانت المفاجأة الصاعقة انه ذكر مكتمل صفات الذكورة. وما ظنه المحيطون ورما لم يكن في حقيقته سوى عضو محبوس في الجوف يفتش عن ثغره ليبصر النور وبدلا من ان يقوم الطبيب المعالج بافساح الطريق له للحياه اصدر حكمه باعدام البرهان فاستاصل كل ما قد يلزم لتثبيت انوثه الذكر لم يتوقف الامر عند هذا الحد وانى له ان يتوقف وهل للفطرة المتأصلة في الجسد ولخلق الله الذي لا تبديل له أن يستسلما للتزوير القصري في الإسم والمظهر والملبس وطريقة تعامل الغير؟ مشوار طويل من العبث والجنون الطبي، مداده جرعات مركزة مكثفة من هرمون الإستروجين الأنثوي، تحقن في الجسد الغض علها تحصل المعجزة. نشا واتم دراسته وامضى ما مر من حياته مرغما بين البنات اعياه الصراخ في كل من حوله انني رجل هكذا خلقني الله وعلى هذا اريد ان احيا واموت لم ترحمه نظرات مجتمع جهل حقيقه حالته لكم تمنى ان تنصت اليه الاجهزه المعنيه وان ينصفه القضاء على وضوح مظلمته الم يان لهذا الضحيه ان يجد من ياخذ بيده وينهي ماساته ومعاناته ويرمي وللابد سوادا داكنا لطالما لف جسده وحياته وامله في مستقبل جميل عبد الله مرحبا بك في التقرير أخير. ومؤثر جدا واللي ما يعرفون الناس عنك اكثر انت زرتني بهذه العباءه وباللفه في بيتي مع والدك الكريم قبل اربع سنوات تقريبا عبد الله اي نعم قبل اربع سنوات وطرحت مشكلتك الطبيه القانونيه قلت لي وين رحت وين جيت ومن التقيت جلت وتعبت جدا ثم تتصل فترة وأنساك وتنساني إلين أن وصلت الحد اللي اتصلت فيه في أكثر من أخ مختص لما تواصلنا وجيت معي في الاستديو بلبس بلبس الرجال بالدشداشة بينما هذا اللبس لا تلبسه في المجتمع وبطاقتك المدنية عليها صورتك بالملاية وبالعباية وبالحجاب الأسود نعم في البدايه اظن هالشكل ما تقدر تطلع برا. لا ما اقدر. ليش؟ لان الموضوع يتعارض مع وزاره الداخليه، ممكن اي احد يشوفني وانا في اللبس هذا ياخذ فكره اني من الشاذين او غيره. نعم. فعندك اكثر من جهه في وزاره الداخليه قاعدين يحبسونهم لانهم يقولون متشبهين بالذكور او متشبهين بالاناث. فتخاف يظنونك من هذا النوع. نعم. طيب اخوي عبد الله في موضوع مهم قبل لا نبدا هذا الحوار والناس تطلعنا هل انت جاي بعلم امك وابوك واستاذنت الوالدين وقلت لهم رايح حق برنامج وراح اطلع على الهواء وهذه مشكلتي ولا شك ان احنا الناس الراعي الوالدين ونستاذن ف ابي اسمع عن يعني رايك في هذا الموضوع هل اخذت اذنهم هل راضين؟ الوالد والوالده الله يحفظهم ان شاء الله موافقين بعد ما كلمتهم في الموضوع وقلت لهم اني بطلع مع الدكتور محمد العوضي وافقوا على الموضوع لان عندهم ثقه بحضرتك دكتور. الله يجزيك خير فالموضوع يعني مستاذن منه. طيب التقرير لم يذكر موقف الوالدين أكيد المشاهد راح يتساءل يمكن أنا عندي علم لكن يقولون وين كانوا أهل الرجال وين كانوا أهل الشاب المسكين اللي درس مدارس البنات وعاش حياة البنات وقاعدة في البيت ما يطلع إلا مع البنات وكم مرة تكلمني وانت متألم في البيت ها؟ كيف وافقوا على العملية شلون مشى الموضوع الوالد والوالدة طال عمرك من 26 سنة أنت عارف ما حد يقدر يناقش الدكتور ولا يناقش المدرس الدكتور قرر انه يسوي العمليه هذه وقال هذا الحل المثالي وللاسف كمل و وانت عارف اللي صار فالقضيه يعني مساله بساطه في في البيت وما كان يعني متوقعين هذا الشيء كانت عندهم ثقه بالدكتور قالوا الدكتور مستحيل يسوي شيء غلط وعلى هذا نسيت هنا واعتبروك انثى وربوك تربيه الانثى يعني انت عايش عيشة الانثى في حياتك طبيعيه يا يعني. مو طبيعيه اقصد يعني قهريه. اي نعم. ما الذي لم يقله التقرير؟ ودك تقوله؟ دكتور ما ادري من وين ابتدي. تخيل ذكر يعيش مع البنات البس لبس البنات اقعد مع البنات اشوف عمري يضيع قدامي. حاولت احل المشكله، حاولت اني اروح لاي جهه ممكن تساعدني بس للاسف كل ما امشي بطريق القى اخر شيء مسدود. رحت للقضاء رحت للدكاتره رحت لوزاره الصحه رحت لمجلس الامه للاسف اللي يعطيني جواب واللي ما يعطيني واللي يعطيني اخر شيء يوصلني لباب مسدود كل الابواب مغلقه وطرقتها طرق رسمي ورحت قدمتها قدمت شكاوي ورفعت دعاوي للاسف طيب انا امامي عده تقارير طبيه يعني زين هذا تقرير طبي مسالك بوليه زين مستشفى الجهره انا اقرا اللي حاط تحت خطوط محي الامور الخاصه حتى لا نشير الى المريضه ها تقرير طبي المريضة المذكورة أعلاه كانت مولودة بأعضاء تناسلية ذكرية ضامرة ولهذا تم إدخالها وحدة المسالك البولية لعمل استئصال للخصية اليمنى المعلقة وما يشبه القضيب بعدين ثم عرضها على أطباء الغدد الصماء لمتابعة العلاجات أو العلاج بالهرمونات الأنثوية، يعني شالوا خصيتك ثم اللي فوق، ثم إنعم. عالجوك بالهرمونات الأنثوية يحقنونك أنثوية؟ نعم كيف هذا؟ في البداية أنا ما كنت أعرف الموضوع، والموضوع صعب الواحد يستوعبه بدقيقة. آه الدكتور كان هندي الجنسية اللي سوى العملية، حاول يفهمني الموضوع بس للأسف ما قدرت أفهم منه الموضوع. سوى العملية، كانوا يقولون أن ورم حميد ويبون يستأصلونه. سووا العمليه وبعدها قعدوا يعطوني حبوب قالوا هذا دواء ضروري اني اخذه يوميا بس بعد فتره بديت اشوف تغيرات على الجسم بديت احس جسمي يصير نفس جسم البنات الموضوع تعبني نفسيا رحت للدكتور قال لا هذا شيء عادي البنت في مرحله البلوغ يصير معاها كذي فمن كلمني الدكتور قطعت الهرمونات الانثويه صرت ما اخذها لان احنا يا انا اسميك عبد الله يا عبد الله احنا يعني الحكومه والدين كلاهما على اتفاق في محاربه تغيير الجنس، صح؟ واحد بيصير جنس ناعم بيروح يلعب ببب فكيف يعطونك حقن تغير جنسك؟ شفت التناقض؟ نعم طيب امامي تقرير ثاني تقرير طبي باطنيه بين قوسين غدد رقم كذا مستشفى الجهره يقول وكان تحليل كروموسومات اثبتت ان كروموسومات ذكريه كما تبين بعمل سونار للبطن والحوض عدم وجود رحم او مبيض وذلك في عام 2000 وقد اجريت للمريضه عده عمليات جراحيه لازاله الخصيتين الموجودتان داخل تجويف البطن شفت الاعتراف شو التناقض في التقرير بعدين نقول لذا وعندما حضرت لعياده الغدد في عام 2004 كانت تشكو من خشونه بالصوت واضطراب نفسي بعدم تقبل وضعها الانثوي اخير نقره ولكن المريضة لم تتناول الهرمونات الأنثوية حيث أنها مصممة على التحول إلى النمط الذكوري يعني أنت لك إرادة معارضة لإرادة الطب اللي تراها ما هي ماشية معك أنا بعد ما أعطوني الهرمونات الأنثوية بديت أحس في تغير في الجسم بس التفكير مستحيل يتغير فبعدها رفضت أني أكمل في علاج الأستروجين هرمونات الأستروجين هرمونات أنثوية لأنها بدأت تعطي ملامح أنثوية على الجسم فالشيء هذا تعبني نفسيا جدا فقطعتها. للعلم احنا في برنامجنا هذا وهذا الكلام نقوله للاخوه الجمهور الافاضل والمختصين والمؤسسات الحكوميه اننا خاطبنا من فريق الاعداد كل الجهات الحكوميه الوزاريه خطاب رسمي العدل الصحه الداخليه الاوقاف بصفه وكيل الوزاره والى غايه هذه يعني الحلقه ما وصلنا رد منهم عشان نكون في الصوره طيب هذا مقال لما اتصلت عليه في 2011 بشهر 10 وكتبته بعنوان في جريده الراي الخنثى في الخليج حالك يمكن العنوان مو دقيق حسب توصيف حالتك ها الا انني ذكرت المعاناه وذكرت ان من شده معاناتك من شده معاناتك انك كما ذكرت يعني تقريبا اكثر من مره تحاول الانتحار وهذا الكلام قلته حتى كل من اتصلت فيه بما في ذلك الدكتور يوسف الشراح استاذ الشريعه في جامعه الكويت يعني لهذه الدرجه وصل فيك الياس من الحياه ها دكتور انا قاعد اشوف عمري يضيع قدامي للاسف حاولت احل المشكله حاولت امشي صح بس ما في اي تعاطف مع من اي جهه الكل قاعد يحذف الموضوع على الطرف الثاني أروح لوزارة الصحة يودوني لوزارة الأوقاف، أروح وزارة الأوقاف يودوني للمحكمة. ما في أحد أعطاني حل، صار لي تقريبًا تسع سنوات أو عشر سنوات أحاول أحل المشكلة ما لقيت أي حل. وتكررت على هاللجان هذه وايد. على طول أنا على تواصل تام مع الجهات هذه، وزارة الصحة، الدكاترة في المستشفيات، المحكمة، وزارة الأوقاف كان مبوبي لهم شبه يومي. أنت بشوف شنو الوضع، شنو اللي صار معهم من يتحمل المسؤولية داخلياً؟ من يتحمل المسؤولية في جميع الجهات, جميع الجهات أحملها المسؤولية جميع الجهات؟ أول شيء الدكتور اللي سوى العملية نعم اللي ما شكل حتى لجنة طبية قرر القرار وابتدى فيه هو جراحة أطفال، خلى تخصص الغدد والهرمونات وطب العائلة وطب النفسي، ما قال الشخص هذا باتش لو كبر شلون راح يعيش؟ هل راح يكون ذكر أو يكون أنثى؟ هل راح يكون ميوله ميول ذكري أو أنثوي؟ هذا اول شيء وبعدين الجراحين اللي سووا العمليات بعده الدكاتره اللي اعطوني الهرمونات وزاره الاوقاف اللي ما اعطتني فتوى صحيحه المحكمه اللي ما بغت تحكم لي بحقي <applause> احنا بعد الفاصل ان شاء الله راح يكون معنا قانوني وراح يكون معنا طبيب وراح يكون معنا شرعي نعم وللعلم احنا اتصلنا في الدكتور المختص وبين زين اللي عمل العمليه واعتذر عن المشاركه لان المساله منظوره امام القضاء من جهه اخرى لخصوصيه المريض واسراره رغم ان احنا قلنا له والمعد قال له بان احنا مستعدين يجيك كتاب خطي بموقع لا مانع من المريض ان تكون مداخله حتى نوصل للنتيجه وبالتالي تأخذون قرارات طبيه يبني عليها القاضي امور تحل مشكلتك. ادري انت كم تعبان ولكن بعد الفاصل ان شاء الله اكمل وياك. عنوان حلقتنا نذكركم فيه هو من ينقذ هذه الشاب العنوان تركيبة غلط ها هذه الشاب شلون لأنه قلنا لكم أن حالة فريدة ليس متشبه ليس شاذ ليس منحرف أيضا لا يعتبر خنث مشكل بقدر ما كان عند بعض الإشكالات العضوية في الميلاد فاستؤصل منه كما تحدث العضو الذكري ثم حقن بهرمونات أنثوية ثم لخبطوا الإنسان ثم عاش حياة طفولته على أن بنت في المدرسة مع النساء في البيت وهو يشعر من داخلنا ذكر وقام بم... أنت يا ما جيتني أول لقاء في البيت قبل أربع سنوات مع الوالد كنت لابس عباية وكل شيء اللقاء اللي قبل الحلقة بأسبوع عشان نعد الحلقة ونتفاهم معاك ونتصل في الجهات الشرعية والول تفاجأت لما وقفت دقيت علي قلت أنا برا مع السايق فلما نزلت صفت العباية والشيلة وحطيتهم في السيارة نعم وجيت بالبنطلون والكاب و وال... فقلت لي انا هذا بس أسويهني هني لاني ما اقدر اطلع بهذا الشيء، لا شك انك كانسان بهذه الحاله تمر عليك مواقف صعبه حرجه حتى انك واحيانا ترويلي تختلط بسمتك احيانا بالغرائب اللي تصادفها بدمعتك. غرائب حرجه مرت عليك. مواقف حرجه. للاسف يا دكتور 26 و سنه مرت كلها بمواقف ما أقدر أنساها أقل شيء الناس لما تسمع الصوت وتلتفت وتشوف شخص لابس عباية لما يسمع صوت واحد ويطالع يشوف واحد لابس عباية لما أرد على التليفون لما أقعد مع أهلي البنات الحال والشباب الحال أنا لا مع هذول ولا مع هذول جميع الناس قاعد تنظر لي بنظرة للأسف يقولون هذا شاذ أو هذه شاذة هذا بوية هذا صبيك هذا غيره مرحلة الدراسة كلها مرت والكل يقول الشخص هذا صبيك هذا بويا هذا شاذ أهلي لما يتجمعون يتجمعون يقعدون أنا أقعد الحالي تقعد مع النساء ولا مع الرجال؟ لا أقعد لا مع هذول ولا مع هذول أكون الحالي دائما أنا أذكر مرة معلش هذا كلام يمكن ما استأذنتك أني أقوله اتصلت علي من ثلاث سنوات وسنتين قلت لي يا شيخ محمد أنا قاعد أكلمك وحيد وأبكي من فوق السطح حصل هذا؟ نعم يحصل كثيراً واتصلت فيك مره يا دكتور وقلت لك العيد قرب اي والله ذكرت قلت لك فصلت دشداشه ايه ايه نعم قلت لي حضرتك فصلت صح قلت لي ايه نعم قلت لك انا تنتظرني العبايه بالعيد ما راح اقعد لا مع الشباب اللي انا منهم ولا راح اقعد مع البنات اللي انا مو منهم الموضوع صعب جدا انا معزول عن اهلي أنا اقرب الناس مني، اخواني ما اقدر اقعد معاهم واخذ راحتي. اهلي ما اقدر اقعد معاهم واخذ راحتي. الكل ينضب لي بنظره استهزاء، لدرجه اني بديت احس بنقص بنفسي. ما اقدر اطلع مع الناس، ما اقدر اقعد مع اي احد. طيب احنا مثل هذه الحاله في ناس وايد وقفوا معك، منهم شرعيين ومنهم اطباء، منهم قانونيين، من الشرعيين اللي وقفوا معك اظن الدكتور يوسف الدكتور الشراح يوسف شراح. وانت قدمت للدكتور يوسف شراح وغيره من اللي وقفوا معك وقعوا لك على ورقه بعد ان قروا التقارير الطبيه بنوا عليها فتوى، فانا اقرا هذه الفتوى واذكر الاسماء، اسمح لي ومعي على الخط الان الدكتور يوسف الشراح بس اقرا وادخل معاه ان شاء الله. تقول الفتوى بعد الكلام الطويل والذي نراه شرعا في هذه الحال المعروفه المعروضه علينا ان المدعوه تعتبر شرعا رجلا بسبب تكوينها الجيني الكروموزومي الذكري وعدم وجود رحم او مبايض لها ووجود علامات الرجوله الظاهره فيها كخشونه الصوت والمظهر العام ولعدم وجود علامات انثويه طبيعيه والله اعلم. الموقع واحد الدكتور محمد عبد الغفار الشريف قسم الفقه والاصول كليه الشريعه جامعه الكويت. اثنين الدكتور يوسف الشراح قسم الفقه واصوله كليه الشريعه. ثلاث الدكتور طارق الطواري. جامعة الكويت كلية الشريعة قسم الحديث الدكتور علي الرشيدي جامعة الكويت كلية الشريعة الفقه المقارن الشيخ أحمد القطان والدكتور نايف العجمي أظن أستاذ مسؤول الدراسات العليا نسيت الدكتور قسم الفقه أو الحديث كل هؤلاء يعني أيدوك والآن معي على الخط الدكتور يوسف الشراح مرحبا بك دكتور يوسف دكتور دكتور يوسف الاتصال موجود ولا قطع؟ قطع نكمل فانت مع الفقهاء ومع المشايخ اللي زرتهم كانت لك مواقف شنو قصه الشيخ يوسف القط الشيخ احمد القطان اللي انت كنت جايه بالعبايه ولا بدشداشه ولا بايش؟ قبل الله أروح لا اروح ترددت فكلمت دكتور طارق الطوابي ودكتور يوسف الشراح إيه؟ قلت لهم اروح باي لبس إيه؟ طلبت منه فتوى فرحت بدلة لبست بدله ورحت له قالوا لي البس بدله حق الشيخ احمد القطان اي نعم اي نعم فلما رحت له عند المسجد كان عنده مثل المكتب عند المسجد اي مكتب في المسجد اي نعم لا معزول عن المسجد اي نعم مثل غرفه فيها كتب و... اي نعم إيه. فاللي حصل هي تسلمت عليه ورحب فيني وكان يبي يكتب الفتوى اي وهو يبي يكتب أذن الأذان فقال لي بعد الصلاة بإذن الله أنا تردد قال لي خلي الكتب بالسيارة والأوراق بعد الصلاة أنا أكتب لك اللي تامر فيه الفتوى الشرعية فأنا ترددت وصلت عند السيارة ورجعت قلت له يا شيخ أنا وين أروح هل أنا أصلي قال لي نعم إذا مو متوضي تعالي بتوضي توضيت ومسكني من يدي ودخلني المسجد وصليت معاه معنى ذلك ان الشيخ يعتبرك شاب حسب التقارير الطبيه وحسب هل هذا ريحك؟ كانت الموضوع فيه رهبه جدا، اول مره ادخل المسجد مع الرجال. مع الرجال صحيح. العاده تروح مصليات النساء. اي نعم. مم انا في العمره البس العبايه. رحت العمره؟ رحت العمره مرتين. الله وتمنيت اني اروح العمره والبس لبس الاحرام. الله، ان شاء الله تروح. باذن الله باذن الله تروح وتلبس لبس الاحرام واحنا ما راح نكتفي بالحلقه باذن الله راح نتحرك على الموضوع عمليا عندنا الحين سيك. على الخط ان شاء الله رجع معنا الخط الدكتور يوسف الشراح مرحبا بك دكتور يوسف حياك الله الله يبارك فيك دكتور محمد الله يبارك فيك كلا. يا دكتور آه، نشكرك اول شيء للتفاعل مع يعني ولدنا عبد الله ونبي منك آه، لما تواصل معك عبد الله وشنو الحكم الشرعي في كلام مضغوط آه، بالنسبه لهذا الانسان هو بالنسبه للشخص اللي تفضلت فيه اه حاول انه يحصل على فتوى شرعيه طبعا احنا اعتمدنا بدايه في الفتوى الشرعيه اللي صدرناها على اكثر من راي لكن كل الاراء يعني من يبحث في المساله يجد ان المساله عند فقهائنا واضحه احنا نتكلم عن احد شخصين اما ان نتكلم عن شخص عنده اه ما يخالف يسمحون للمستمعين على هالالفاظ لان القضيه دقيقه جدا شخص عنده اله الرجل واله المراه او ما عنده شيء نهائي ما عنده ما يثبت انه رجل او امراه في الظاهر هذا ينقسم عند العلماء الى مشكل او غير مشكل الحاله اللي مع عبد الله مثل ما تفضلتوا حاله مشكله جدا ما تتبين فيه علامات ذكوره ولا علامات انوثه اللي هي الاعضاء التناسليه ما يعلم ان رجل او امراه او يعني قد يقال إن والله العلامات فيه متعارضه مو واضحه ففقهاء الشريعه تقريبا يعني احنا بحثنا فيها مجموعه من الدكاتره اكثر من شخص معين من دكاترة كلية الشريعة تقريبا احنا أربعة إضافة إلى الشيخ أحمد القطان اه فوصلنا إلى أن القضية واضحة عند الفقهاء وما فيها خلاف يعدون فقهاء الشريعة مثل حالة الأخ عبد الله اه يسمونه خنثى مشكل وهو من لا تتبين فيه العلامات ولا يعلم أن رجل أو امرأة وقد كان الفقهاء في الماضي يعدون هذا الرجل هذا الشخص لما واضحة على يعدونه رجل أو امرأة بحسب حالة بلوغه فمثلا إذا رأوه بعد البلوغ إذا ظهرت له علامات الرجولة مثل لحية أو خرج منه الله يعزكم مني أو يعني استطاع أن يحبل امرأة ولدها أو ظهرت عليه علامات رجولة من شجاعة فروسية طيب دكتور دكتور يوسف الآن هو لأن الوقت دهمنا علامات الرجولة ظاهرة عليه والتقرير الطبي يقول الفحص الطبي يقول أن الكروزومات ذكورية هل أنتم بنيتوا على هل شرطين على أن ذكر؟ لا لا احنا ما بنينا فقط على هذه هذه احنا في الشريعة دائما نبني على الظواهر مو على البواطن مم. لان الظاهر والله يتولى السرائر لكن ترى الراي الشرعي ما يخرج عن الراي الطبي اللي حصل عليه من الادله الجنائيه يعني الله يجزيك خير يا دكتور بسبب يعني... تكوين الجين الكروموزومي الذكري عدم وجود رحم عدم وجود مبايض بالضبط. وجود علامات رجوله كل عدم وجود علامات انثويه واضحه طبيعيه كل هذا يؤيد انه رجل. شاكر لك يا دكتور تشرح على هذا التوضيح والدقه وجزاك الله خير. ريحتك الفتوى. جدا. آه جدا. لان بالفعل لان احنا ناس عندنا مصدرنا المعرفي في النظر للذكر والانثى. معاي المحامي اه محاميك عبد العزيز العفيصان يعني إيه. شلون معك؟ صراحة كانت معرفتي فيه في برنامج سمعته يتكلم كنت من النوع اللي أحاول أشوف أي شخص ممكن يساعدني إيه؟ الأستاذ عبد العزيز العفيصان قعدت كلمة أكثر من ثلاث سنوات أو أربع سنوات إيه؟ وكان جدا متعاطف معي قال لي أنا شنو أقدر أخدمك فيه وأنا أسوي إذا بدان هالشكل هو موجود معنا أنا الخط انا ايش حبيتك اتفقنا معه آه، مرحبا آه، استاذ عبد العزيز حياك الله شيخ محمد سعيد. كيف الحال طيب ان شاء الله. الله ومشكور وبيض الله وجهك ويعني يعني, يعني ما, ما مو غريبه عليك يا ابو احمد لا الله يبارك عارف. فيك هذا عمل احنا اي واحد يكون مكانه لازم يكون فيه الله يبارك فيك بس احنا بيش. نبي الراي القانوني مركز وبسرعه الله يسلمك الفاصل اللي راح يلحقني إن شاء الله. على هذا الشاب المبتلى المعذب على مدار الساعه آه... الحمد لله رب العالمين على كل حال يعني للأسف أنا أتكلم اليوم وأنا رجل قانون يؤسفني أن أقول هالكلام لكن لازم يعرفون الناس إن للأسف التشريعات الكويتية اليوم ينقصها مثل هذه الحالة لعدم وجود نص تشريعي يحمي مثل هالحالة وغيرها من الحالات المأساوية اللي ثبتت بموجب تقارير طبية بأن ذكر وليس أنثى إحنا لا نساعد على الشواذ لا نساعد كقانونيين على اي انسان تسول له نفسه ان يسلك المسلك القانوني للحصول على شيء ما يملكه او شيء ما يستحقه احنا مع الحالات الانسانيه مثل موضوع عبد الله شيخ انا امام محراب القضاء لما اشوف عيون القاضي فاهم انا شنو يعطيني بنظراته فاهم التقرير الطبيب الشرعي لما ياتي بتقرير فني يعني لا يمكن المحكمه ان يعني تصطدم معه بان هذا الجين او الكروموسوم هو ذكر وليس انثى اذا احنا امام مشكله خطا طبي انا كنت محامي لمستشفى كبير ثمان سنوات وكنت اشوف هذه الاخطاء شبه يوميه في القضايا امام المحاكم وامام الجنح امام المخافر بالاخطاء وتعديات بعض الدكاتره اللي قد يجتهدون او قد يتجاوزون طيب وقال. طيب اخ عبد العزيز الان انا عندي هنا ملفات ضخمه جايبها معاي الاخ اللي سميناه عبد الله نعم في احكام تمييز واحكام استئناف و يعني ملف طويل وين وين يروح؟ شو يسوي الان؟ انا بعطي مختصر مفيد حق كل مثل حالة عبد الله. نعم. للاسف احنا تكلمنا بالمحكمة والقاضي كان نظراته متعاون لكن انا كرجل قانون افهم بان هناك نقص تشريعي بمعنى ان لا يوجد قانون يسند مثل هالحالات. لو كان في حاله ثانيه نعم راح ينطبق عليه نفس ما انطبق مع عبد الله، اذا شو الحل؟ الحل هو تدخل مجلس الامه وسن تشريعات متطوره تخدم الناس يا شيخ احنا احنا امام مشكله احنا مو محتاجين بس هالتشريع احنا عندنا تشريعات كثيره هذا أنا, انا متفق معك انا متفق معك ان بالفعل تحتاج الى تشريعات لكن انا هل هذه الحاله المعذبه تنتظر التشريعات ولا في شيء أنا نخرج. كانت مخرج مخرج عاجل نبي نخلص الولد كرجل قانون انا اقول ما املك غير هذا القانون اللي احنا عجل. نحتكم له للاسف، الامر الاخر هناك تدخل سريع من القضاء يفترض خاصه وان موضوع مثل موضوع عبد الله قد عالجته الشريعه الاسلاميه منذ الاف او مئات السنين في موضوع الخنطة وغيره احنا امام حل مفصلي، الشريعه الاسلاميه موجوده والقانون الكويتي ياخذ فيها دوله اسلاميه اذا واجب على القضاء تطبيق الشريعه الاسلاميه القراء. بمعنى الاخذ باحكام الفقه الاسلامي وانزال على على هذه القضيه لي 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 اللي احنا نسميه الاجتهاد شيخ محمد طيب في دول خليجيه مجاوره ولدنا راح لها رحت لها صح ولا لا نعم لا ما رحت لها كان في تواصل مع دكاتره وحالات في دول الخليج دول الخليج وكانت اسهل قضائيا وشرعيا وطبيا وقضيه لم بسرعه ولجنه في تعقيدات عندنا طيب سؤال اخر هل لو الرجل لجأ إلى المؤسسات الحقوقية المحلية العربية الدولية الإقليمية هل ينلام؟ هل ممكن يلام؟ يكون؟ بل بالأدهى والأمر شيخ محمد والإخوة اللي يتابعون البرنامج تخيل أن مثل دولة المملكة العربية السعودية اللي الناس قد يعتقدون بعضهم بأنهم رجعيين أو قانونهم قديم أو 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 تخيل تبنوا مثل حالة عبد الله بل بعض التجار والمسؤولين بالدولة تبنوا علاجه قالوا ناخذك ونوديك ونحاول نرجع فيك إلى مثل هذا الحل وأبناء بلدي والمسؤولين واللي ناشدناهم للأسف أذن من طين وأذن من عجين. أنا شاكر لك المحامي الفاضل ونرجع حق ولدنا أنت قلت لي مرة أنا ذكرني المحامي عبد العزيز الله يحفظه ذكرني ذكرني كلامه لما دول الخليج وأنا ذاكر أنت تعرف خليجيين نفس الحال أنتم تتواصلون مع بعض بالنت بالاتصالات تبحثون عن عن, عن عن مخارج وحلول أن بعضهم عالج وسافر البلد اللي قلت لي اياه بالاعداد اي نعم وجال العيال في اكثر من حاله في البدايه انا تواصلت مع الدكتور عبد الله الاشول رئيس وحده الغدد الصماء في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض في البدايه قال انا اعرف جراح يسوي العمليات هذه بعدها قال لي انا انقطع اتصالي معه انا صارت اعصابي كل يوم بالصاعد والنازل ابي كل ما احس اني وصلت الجهه ولا وصلت الحل اشوفه يضيع قدام عيوني بعدها فتره اتصل فيني قال ابشرك في واحد نفس الحاله سافر لدوله وتعالج ووضعه اوكي قلت له ابي رقم تليفونه يا ليت اني اتواصل مع شخص مثل الحاله فكلمت شخص هذا في المملكه العربيه السعوديه من جده بعد ما شاف الوضع اللي هو فيه جاب تقارير طبيه وفتاوي شرعيه وخلص موضوعه على طول واكثر من كذي عنده احد المسؤولين والامراء في المملكه العربيه السعوديه تبنوا الحاله وخلصوا علاجه. في حاله ثانيه سوى العمليات، انا بالنسبه لي سووا لي استئصال للاعضاء الذكريه للاسف فموضوع الانجاب يعتبر شبه مستحيل. في حاله من الحالات في جراح في جراح؟ في جراح بريطاني سوى العمليات لشخص، سوى له العمليه ولقى عنده جزء من الخصيه فسوى له تلقيح مجهري بعد ما تزوج والحمد لله حاليا عنده توأم ولد وبنت. احنا راح نسمع راي الاستشاري الدكتور خليل العوضي بعد الفاصل ان شاء الله لكن انا بطلب من المخرج الحالة يا جماعة مأساوية هو راح يطلع من الاستديو الآن يلبس بعد شوية عبايته ويركب ويمشي ياخذ بطاقته المدنية الأنثوية لكن أبي من المخرج الله يسلمك في لما نرجع الفاصل الأخير أبيك تعيد التقرير اللي حطيناه أول حلقة للذين لم يشاهدوه لكي يشاهدوه من هنا ومن غرفه العمليات في هذا المستشفى قبل سته وعشرين سنه بدأت الحكايه الغريبه. حكايه هذا الشاب الذي ولد بتشوه خلقي خارجي في المنطقه التناسليه. اعتقد معه الاهل والاطباء ان المولود انثى وعليه دون جنسه واسمه في السجل المدني. لم يكد يمضي صاحبنا عامه الاول حتى لوحظ وجود ما يشبه الورم في قاع البطن. اجريت الفحوصات اللازمه فكانت المفاجاه الصاعقه انه ذكر. مكتمل صفات الذكوره وما ظنه المحيطون ورما لم يكن في حقيقته سوى عضو محبوس في الجوف يفتش عن ثغره ليبصر النور وبدلا من ان يقوم الطبيب المعالج بافساح الطريق له للحياه اصدر حكمه باعدام البرهان فاستاصل كل ما قد يلزم لتثبيت انوثه الذكر لم يتوقف الامر عند هذا الحد وانى له ان يتوقف وهل للفطره المتاصله في الجسد ولخلق الله الذي لا تبديل له ان يستسلما للتزوير القسري في الاسم والمظهر والملبس وطريقه تعامل الغير مشوار طويل من العبث والجنون الطبي مداده جرعات مركزه مكثفه من هرمون الاستروجين الانثوي تحقن في الجسد الغض علها تحصل المعجزه نشا واتم دراسته وامضى ما مر من حياته مرغما بين البنات اعياه الصراخ في كل من حوله انني رجل هكذا خلقني الله وعلى هذا اريد ان احيا واموت لم ترحمه نظرات مجتمع جهل حقيقه حالته لكم تمنى ان تنصت اليه الاجهزه المعنيه وان ينصفه القضاء على وضوح مظلمته الم يان لهذا الضحيه ان يجد من ياخذ بيده وينهي ماساته ومعاناته ويرمي وللابد سوادا داكنا لطالما لف جسده وحياته وامله في مستقبل جميل حالتك صعبة لكن الأصعب أني عرفتك كلك ذوق أخلاق ومعاملة حلوة ويعني عقلك ناضج وبعدين عدم يأسك أنت مثابر اضطرينا نسميك عبد الله في الاستوديو مع ان اسمك في البطاقه المدنيه اسم انثوي وحركتك في الحياه حركه انثويه وانظلمت ظلم طويل ظلم اجتماعي وقبل ظلم مؤسسي ووقف معك من وقف وما زلنا احنا واقفين معك الله يسلمك اي نعم احنا ان شاء الله يعني لكن اللي عجبني ان في اخر لقاء معك واحنا نعد الحلقه قلت لك انت يائس قلت لي لا رغم هذه السنين اللي قاعد تمشي فيها في الطب فهل انت يائس فعلا ولا غير يائس انا اتعب فتوات اتعب فتوات بس ما ايس حلو لان لي حق بشيء فلازم اخذه ان الله اعطاني عمر ان شاء الله بوصله له وباخذه. من اين تستمد القوه؟ من الذي يقف معك؟ من الذي يسندك؟ والله في فترات كنت فيها لحالي للاسف. في الاول كنت اقول ايش معنى انا من بين الناس مشكلتي كذي؟ بعض المرات اقول لا هذا حلم ممكن بيوم اصحى منه. بس الحمد لله على كل حال انا بضيت في الموضوع بس مشكلتي مو بجسمي مشكلتي بالجهات اللي اراجعها مو راضي تحل هالمشكله اتعب فترات اكلم حضرتك اكلم دكتور يوسف الشراح دكتور احمد القطان أه الاستاذ عبد العزيز العفيصان انت شايف اني ازعجكم 24 ساعه اخر مره او مو اخر مره قبل فتره كلمتك قلت لي للحينك ما حليت هالمشكله قلت لك افضل يوم وان شاء الله تحلها كنت اكلمك وانا في الطب النفسي الله ما كنت ادري والله كنت تعبان رايح الطب النفسي معالجة من التعب والارهاق. كان انا راجع عند معالجه نفسيه لان اخذ لي فترات اتعب فأبوح لشخص احس انه يوجهني للشيء الصح ما ابي اسوي شيء غلط. طيب احراجات المجتمع، الاساءات، النغزات، العزل، الكلام الجارح، كيف تتعامل معاه؟ في الاول كنت اعصب واتكلم بس وصلت لمرحلة اني اي كلمة اسمعها اسكت وامشي ولذلك لازم اخوي عبد الله اذا سميتك عبد الله لازم تدرب نفسك على قضية من هذا الاخر تنطلق من الداخل وتتكيف معه هذه لها اليه الدين يعني ينصرك فيها الايمان ينصرك فيها التدريب التربوي ينصرك فيها الارشاد النفسي ينصرك فيها وبالتالي احنا احنا بشر يعني في ناس انا ودي استعين بطبيب دكتور أخصائي نحاول أن نرتبط معه في قضية المسألة هذه فهل قبل لا يجيني التلفون مع المختص هل سعيت طبيا في غير الكويت لحل مشكلتك؟ ما هو برا مفتوح الدنيا أنا حاولت أشوف لي حل في أي جهة أو أي مستشفى أو أي دولة في البدايه كانوا يتكلمون عن اكثر من دوله. دكتور عبد الله الاشول بعد ما كلمت بعد ما شفت له تصريح بعد ست سنوات حسيت اني تعبت، حاولت اني اوصل له، وصلت له قال لي اعرف جراح بلجيكي يسوي هالعمليات في بلجيكا. بعدها انقطع اتصالي فيه. قلت له الحل؟ قال لي في ايران في واحد سوى عمليات، الشخص ما استفاد وايد من ايران. بعدها قالوا لي تايلند ولله الحمد سافرت لي بعد ما قصرت الشيخه فريحه الاحمد في موضوع الجواز السفر وغيره. ساعدتك. ساعدتني الله يعطيها العافيه. والسيد عبد العزيز سعود البابطين تكفل بموضوع السفر والعلاج. نعم. سافرت لتايلند لقيت الموضوع والعمليات اللي بيسوونها عمليات صعبه جدا. راح تاخذ سنتين من العمر وسنتين علشان الجسم يتعافى منها. وبعدها بفتره قالوا لا. العمليات هذه فتره وتفشل حاليا الاماكن المتخصصه فيها في مستشفى في لندن وفي مستشفى في امريكا. فحاولت اني اتواصل مع المستشفى في لندن وبانتظار الرد منهم ان شاء الله. طبعا هذا الموضوع يحتاج الى كلفه كبيره وانت قلت لي برا قبل الاسبوع اللي فات بان راح تصبر علاج سنتين ومعافاه سنتين اربع سنوات شنو في سبيل التخلص من هذا العذاب اللي مر معاك والتصق بك وأثر على حياتك وأنا أقول لك استمر ولا تنقطع الله يسلمك والله يا... عبد الله لا تنقطع واستمر على كل الأبواب اللي تصير معه مو بس أنا إحنا راح نحمل الموضوع معنا الله ونتواصل مع, مع الجهات إن شاء الله مثل ما تواصلنا في أي أحد مثل حالتك تواصلت معه سواء داخل الكويت أو برا في حالة تطابقية يعني في في السعودية في البحرين كنت أتكلم المحاميه اللي ماسكه الحالات. ايوه احنا نبي الناس اللي في الاجراءات العمليه شلون المحاميه سووا العمليات، العمليات صعبه جدا، كل عمليه والثانيه بينهم ست اشهر. والعمليه الاخيره صعبه لدرجه ان الشخص اللي كلمته في جده العمليه الاخيره الدكتور قال له ست اشهر تم بفراشك ما تتحرك منه. فموضوع صعب جدا، غير العمليات اللي راح تصير في الجسم. فراح تتعب الشخص يعني مرحله سنتين مو مو سهله. في البحرين خلصوا العمليات منهم خلصها في تايلند ومنهم خلصها في امريكا في السعوديه قاعدين يخلصونها منهم يروح بلجيكا منهم يروح لندن وعندي اخر حاله كلمته يوم 17 10 الجاي باذن الله في موعد عمليه له في لندن فانا على تواصل تام معهم على عسى اني اشوف شخص ممكن يوجهني لجهه ممكن تساعدني وفكر يعني تساعدك ماديا تقصد ماديا وطبيا حاولت اني اوصل اكثر مستشفى ممكن يساعدني. ممكن تكون العمليات في مضمونه. وموضوع التكلفه هم بعد موضوع صعب جدا. ما يمكن اجراء العمليات بالخليج؟ صعبه. والله؟ جدا. انت قلت بعضهم سووها في السعوديه ولا لا؟ لا السعوديه ما سووها. السعوديه غير ثبوتيات بس سافروا الكويت السعوديه. يعني العلاج كان منهم سووها في تايلاند ومنهم قاعد يسويها حاليا في لندن. زين الاجراءات اللي تقول لي ان دول الخليج بسيطه. في قضيه حل مشكله هذا الانسان واصدار حكم قضائي سريع، ما في التعقيدات والاجراءات الروتينيه اللي في مجدود. البحرين كانت سهله جدا، فتاوي شرعيه معتمده، تقارير طبيه معتمده، الموضوع يخلص على طول. وما ياخذ سنه وسنتين وياخذ من العمر اكثر من اللي راح. في السعوديه اسهل جدا. السعوديه فتوى شرعيه وتقرير طبي ينتهي الموضوع وخلاص. في حالات تابعت معهم على فتوى شبعية في أحد الأشخاص يقول كنت أمشي بدون هوية كنت أمشي بكتاب من أحد الأمراء تكفل بالحالة وقال الكتاب هذا لين تصدر لك الهوية الجديدة يعني في مدارات في مراعاة في مخارج جزئية حتى يعيش حياته شوي في السعودية أنا كلمت دكتور عبد الله الأشول قال لي قبل كم سنة قال أن الأمير سلمان بن عبد العزيز يتبنى حالات كثيرة هناك وفي مراكز متخصصة قاعدين الأمراء يعتنون في بالحالات هذه ولذلك هذا يستدعي أن ننبه إلى قضية أهمية العلاج أن ما يكون فردي وتطرق باب هذا وذاك أن تكون مثل ما عند الجماعة مؤسسات مراكز يكون فيها متخصصين ويتعاونون بالتالي هم يقومون بالواجب في التعامل مع الجهات المختصة وذل الأمور للعلاج نعم يعني طيب هل جهز معاي الدكتور خليل العوضي؟ ما جهز؟ انزين انت ترددت في الخروج في الاعلام وكنت ترى ان الاعلام واحنا الان في حلقه اعلاميه كنت ترى ان الاعلام ممكن يساعدك ووايد ترددت هل انت مقتنع والناس قاعد تسمع الان وراح تتعاطف وراح تجينا تليفونات مقتنع ان الاعلام هذه مثل الحلقه هذه راح يكون لها جدوى ولا نفثت مصدور وفشت خلق وخنصرخ في كل مكان للامانه اول شيء الاعلام سلاح ذو حدين حد في الأول ما كنت أبي أطلع في أي برنامج أو أي وسيلة إعلامية حاولت أن أحل الموضوع مع وزارة الصحة وكذا كم سنة من العمر وما حلوا شيء وزارة الأوقاف هم بعد كل وزارة وكل جهة رسمية في الكويت لها جزء من عمري كل واحد قاعد يأخذ حقه لين وصلت لطريق مسدود من جميع الجهات لجأت لموضوع الإعلام وبإذن الله راح يكون الحل فيه أتمنى أن يكون الحل فيه ان شاء الله. الجماعه قاعد يقولوا لي يا عبد الله هذا يعني يمكن اقدار ما نقول سوء حظ لكن قدر ان الدكتور خليل العوضي دخل في عمليه جراحيه غرفه عمليات عمليه جراحيه طارئه يبي ساعتين حسب ما قالوا لنا سكرتارية هناك. فالله يعين مع اني انا ربطتك فيه وتواصلتم مع بعض وخذ الملف وقرا الموضوع قراءه دقيقه وقلت له راح اختصر لك سؤال تلخص لي فيه الموضوع، وكان في غايه الاستياء مما حصل معك من عبث في الصحه والعبث الطبي، وقال هذا امر يعني كبير جدا، وقال من قال ان الموضوع لا يمكن ان يستدرك؟ بل ينبغي ان يستدرك، وانا يا عبد الله قريت عليه. هذه الفتوى وهذا التقرير ايضا وقلت راح اقرا عليك اما الفتوى فهي فتوى وزاره الاوقاف التي اجابتها بعد ما قدمت انت لهم وقد اجابت الهيئه بالتالي زين وزاره الاوقاف فتوى رقم يعني 200 2011 الموافق 28 6 2012 ما جرى للمستفتيه حضرتك انا من جراحات لها في مسيره عمرها وهي صغيره كان خطا بالغا حيث كان من الواجب الانتظار حتى سن البلوغ لتتميز أجهزتها تميزاً يمكن أن يقرر الأطباء على ضوئه إجراء العمليات المطلوبة وتحديد كونها ذكراً أو أنثى أو خنثى أما الاستجابة حالياً لرغبتها في رفضها جنسها الظاهر اللي هو الأنثى يعني وهو الأنثى وتصحيحه لتصبح ذكراً ليتوافق مع جنسها الوراثي الذي تحمله خلايا جسمها كما تدعي فإن المرجع في تحديده هو الأجهزة الطبيه هي الجهات الطبيه المتخصصه خلصنا فتوى الاوقاف ها نجي على الفتوى احالت عليهم اللي هم الجهات الطبيه وهذا تقرير رمادي الطب خرج منه بطريقه معلقه ما قضبك شيء بس راح اقرا اللي حط تحت خط اللي يبين جوهر الموضوع لان في اعتراف واضح شو يقول المذكوره من مواليد 1987 الجنس الظاهر انثى الفحص الوراثي حينما كان عمرها 14 اظهر انها ذات تكوين كروموزومي ذكوري هذا اللي تحت خط ارجع تحت الراي راي, رأي التقرير الطبي يقول المدعيه تحمل تصنيفا كروموزوميا جينيا ذكوريا لا يوجد لديها رحم او مبيض قضيب خالي من مجرى البول كما كان لديها خصيتان في وضع تشريحي شاذ هذا الطبي لما قرينا على الدكتور خليل العوضي الاستشاري الاجهزه التناسليه هذا الكلام انتفض وزعل ايش قاعد يصير؟ ولا عده جهات حتى انت لما صرحت في تكلم عن المواثيق الطبية العالمية ربطنا بقوانين دولية تكلمنا عن حقوق رعاية المريض تكلمنا عن تحمل المسؤوليات تكلم عن حقق القانوني تكلم عن أشياء كثيرة كنت تمنيت أن ما يكون دخل غرفة عمليات حتى يقول هذا كما وعدنا بالمداخلة لكن الله يسهل عليه كلمة أخيرة أنت مرة سمعت منك كل مرة تقول أرجو أن تكون هذه العباءة آخر عباءة ألبسها صح ولا لا؟ نعم ذكرني بهالقصة هذه تركك تختم الهواء وهل انت راح تطلع من الاستوديو الان تلبس عباتك وتركب وتمشي مع السايق للاسف انا راح البس العبايه راح تلبسها بس ما ادري متى اودع هالعبايه وما اشوفها بعد ولا البسها العبايه لما البسها ما اشتري غيرها اقول ممكن انها تكون اخر عبايه البسها الله ما ودك تشتري غيرها نفسيا حتى لا تحسس نفسك انك راح تظل انثى وانت كروموزوماتك ذكوريه والغلطه الطبيه ها؟ نعم عيلة تصير العبايه باليه قديمه ها؟ جدا <applause> الناس الاهل البنات الكل يطالع لي ويكلمني طبعا العبايه ما فيها اي شيء لونها اسود بس الكل يقول لي ليش ما اشتري عبايه جديده وفي بعضهم يقول لي انا البس نفس العبايه من كم سنه احاول اني ما اشتري غيرها اقول لعل وعسى انها تكون اخر عبايه اشتريها او اخر عبايه البسها انتظر اليوم اللي لو نزعتها ما البسها مره ثانيه وللاسف بس اطلع من هنا راح البسها مره ثانيه جزاك الله خير انا سامع ترى سامع بس يا اخي يكمل يا جماعه ويقولوا لي انهي بسرعه هذه حاله انسانيه تذكر كل حاله انسانيه مثل هذا النوع أو غيرها من الذين لا يجدون نصيرا ويضربون في الأرض في كل مكان يستصرخون ينادون يستغيثون يعيشون همومهم الخاصة يتألمون يموت الواحد منهم في اليوم مئة مرة كيف نعينهم؟ سؤالي وكلامي للجهات التي سيعاودها مرة ثانية كلها التي تعاون معها الرسمية وأيضا للذين يريدون أن يمدوا يد العون من أي جهة كانت من أجل انقاذ انسان علمنا وسمعنا ورأينا ما الذي حصل به من اكثر ما تعبر عنه الكلمات وفق الله الجميع لطاعته وصبر الله الجميع من المبتلين ان شاء الله ايام قادمه وتخرج من هذا المازق الكبير انت وكل من يعاني شكر الله لك عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>